نحن نحضر بشكل جيد لهذه المباراة. يتابع الأهلي المصري منذ فترة ليست بالقصيرة. نعلم أنه واحد من أعتد الأندية في إفريقيا إن لم يكن أقوها. لكننا واثقون من أنفسنا ومستعدون للتحدي. أحببنا كثيرا تطوان. وصلنا إلى هنا قبل بضعة أيام والكل استقبلنا برحابة صدر. هذه ليست أول زيارة لنا للمغرب. الجميع هنا يحب كرة القدم ويشعروننا بأننا في بلدنا. ما يمكنني القول هو إننا سنقدم كل ما في جعبتنا لأننا متحمسون جدا للعب في ملعب طنجة الكبير. سنكون في المستوى وسنقدم مردودا جيدا في المباراة. أعلم أن المغاربة سيحضرون بكثافة لمساندتنا لأن المصريين سيكونون مدعمين بجمهور كثيف. سيأتي الجمهور لدعمنا، هذا أمر أكيد، وأمل أن نقدم لهم مباراة في المستوى.